بموضوع الفساد في إدارات الدولة، بدي أفسح المجال لكل الأصدقاء المستمعين اللي عندهم أي مداخلة حول هالموضوع يتصلوا فينا على أرقام تليفونات صوت لبنان 01-205-511-01-325-555 الخلوي 76-611-005 وأيضا عبر الواتساب 76-611-001. شكلها كتير حلو اليوم على فيسبوك مع الهاتفون، شو رأيك؟ حلو؟ ايه حلو حلو. هيدا اعمل لك لتظبطه. مستقبل اتصال، مين معي؟ الله معك. الله يحفظك، اهلا وسهلا فيك. بفضل ما اقول اسمي، بس انا استاذ جامعي رح اعطي شهاده تعليقا على اللي قاله البير، والبير اكيد ما اكتشف شيء، البير عم بيضوي ونحن وراه عم بيضوي على مشكل. بتمنى ما بقى نقول ظاهره الفساد، هيدي ثقافه. أنا بحكيكم بس بأحد الصفوف، بطلب أنا بعطي الصفوف الليصاص والمتريز، بطلب بعض التلاميذ إنه شو عندهم هدف للشغل، بكل جرأة وحنة بتقلك صبية هيدي من شي شهر بتقلك إنه أنا بدي أشتغل مثل ماما بالسنترال بالدولة، لأن ماما ما كانت تروح، عم نحكي من شي 20 سنة. لا أو أشخاص بوزارة المالية مثلا ببعضها يلي بيتها حد الوزارة بتروح وبترجع على البيت تقعد مع أولادها. دو قصة كمان الموضوع اللي قبل بخصوص التلوث، أنا بتمنى ترجع تستقبلي، بتصور يمكن تتمار استقبلتي أستاذ عماد بدر. نعم. يلي عم يحكي عن الزيرو ويست، لأنه ورح أقوله وما توخزينا، إذا بعد التلفزيونات والصحفية على التلفزيونات ما عم يقبلوا مداخلات من أشخاص ملمة بالزيرو ويست لحماية هالوزراء أو لحماية هالملفات. نعم. فبتمنى يكون نقطة على السطر فيها، وممنوني كمان ما بدي فوت أكثر من هيك. أهلا وسهلا فيك، نحن عم نتابع كل الملفات، نحن منقول كل اللي لازم ينقال وكل اللي في مصلحة هالبلد، هيدا هدفنا وهيدا هدف صوت لبنان. مجددا بدي رحب فيك رئيس مؤسسة لابورا الأبتوني خضرة، كمان فيك تاخد معلومات منه، عنا رقمه تحت الهواء بخصوص اللي عم بيصير. مثل ما ذكرت بسياق الحلقة أنه في معلومات كتيرة عم تورد على مؤسسة لابورا ومن سنوات. مني قاضي، أنا مني قاضي، هي شغلة. لا، عم نقول لك لازم تتسلح بالمعلومات، يكون عندك داتا. نو، أنا مش عم أقول لإلك، أنا عم أقول للي عم يسمعونا وللمسؤولين إنه نحن ما عم ناخد دورون. نعم. دورون يعملوا شغلون، نحن منضوي على الأمور، دورون يعملوا شغلون. نعم. كمان في اتصال، مين معي؟ بونجور. بونجورين، يعطيك العافية. يا أهلا. بدي لك شي، معه حق أبونا، بس في شغلة إنه نحن عم نضوي على الموظف المعطر، سواء عم يشتغل أو ما عم يشتغل، ما عم دفع عنه، بس عنا النواب اللي عم يقبضوا إلى ما شاء الله، بتضل إذا مات هو بتقبض مرته، إذا رؤساء الجمهوريين بتضلوا يقبضوا. طيب دول عم يكسروا الدول مش الموظف. اثنين، في أحد قصور بلبنان العدل ما رح نسميه، طلع جديد مسكرين بويبو. ليش مسكرين؟ قال ما في عناصر جديدة، بنعرف إنه كل رئيس جمهورية بيطلع أو رئيس حكومة عنده 70 و80 دركة، هيدا مش كسر الدولة كمان؟ هيدا اللي بترجع، مش هيدا الموظف اللي عم يقبض 500 600 ألف من الحق. حقنا نلحقه، بس في شيء أهم من هذا، في النيب أهم، في رئيس الجمهورية عم يقبض، اللي صار 150 سنة 30 سنة كمان عم يقبض. يعطيكم العافية. شكرا لك، يعني هذا لسان حال المواطنين. هلا ما في النيب ما يقبض، بالنتيجة بده يعيش مش هيك؟ ما بعرف، أنه ما بدي فوت يعني نحاكم الناس، بس أنه بكل الدول العالم بيعملوا هيك. يعني إذا واحد نايب عمل 6 سنين بيقبض على 70 سنة، وبترجع بتضل عائلته تقبض من بعده. نعم، هيدا لا بدول العالم مش موجود، بس بلبنان. يعني في كتير أمور نو بلبنان، شفتي لو لبنان بلد نفطي وغني ومعه مصاري فليكن، بس انه اليوم انت عم تجي الفقير عم تخذي له مصرياته تيدفعهم ضريبة تيدفع تشغيل الدولة. طيب على القليل هاو المصريات يتشغلوا مزبوط ويردوا فايدتهم، يردوا التكل الكلفة تبعولهم، مش عم نقول أكتر. يعني انه بدك ما عاد نحكي بالبلد، ما عاد حدا يحكي، ما عاد ما فينا بدنا نحكي. نعم، على كل حال اليوم مش لازم يكون عندنا وزارة للإصلاح الإداري والمحاسبة ويكون العمل على مستوى الدولي، يعني جهاز واحد هو مسؤول عن المراقبة ويتحمل المسؤولية. لأنه اليوم مثلا مين مسؤول؟ منروح على تفتيش مركزي، منروح على مجلس خدمة المدنية، يعني اليوم وبتضيع الملفات، عم بتضيع الملفات، وما في كونكشن بيناتهم، وما في داتا موحدة، وما في طلبه. بس عملنا وزارة لمكافحة الفساد. ما بعرف، أنا حكيت معي للوزير أكثر من مرة،
وبتذكر الأول معين وقلت له نحن حاضرين نتحط إيدنا بإيدك، ما بعرف شو عمل، شو البرنامج اللي انعمل بهالثلاث سنين، إذا انعمل شيء أو لا ما بعرف صراحة. نعم ماني مطلع على أعمال الوزارة شو عملت، بس ما عندي فكرة أنه انعمل شيء مهم بهذا الخط. يعني اليوم نحن على أبواب تشكيل حكومة جديدة، مفروض يكون لأنه بيوفر خير من يلي بيجيب. يعني عن جد اليوم عم نحكي أنه عن توفير، أنه يكون في إنتاجية أكتر، يكون في موظفين كفؤين، وبعدين بالنتيجة يعني اليوم ممنوع التوظيف بالدولة ومش هيك، بس شو عم بيصير تحت الطاولة؟ إيه بس نحن كمان مثل ما قال الأخ ما بدنا نحن نظلم حدا، لأنه كمان للأسف اتصل في أحد الأشخاص من الاغتراب من يومين وعم بيلومني أنه كيف تحت الموضوع، لأنه حدا من بيقربه له 30 سنة قاعد بالبيت عم يهتم بأم وبي وما بيروح على الشغل، وعم بيقول لي عم تقطع له برزقته. إذا هيدي العقلية، يعني نحن بدنا نطلع من عقلية من هاي العقلية، لأنه لبنان قادم على أزمة. نحن ما عم نقول إنه في مصاري وعيننا ضيقة ما حدا يخدها، بس في عنا مشكلة. وبعدين اليوم في كتير موظفين بيستحقوا وكفؤين. اليوم أنا بدل ما حط 4 موظفين أو 5 موظفين يوزعوا المصريات عليهم، بعطيهم لفرد واحد بعبيله عينه بيشتغل مزبوط وبحاسبه. نعم عم يطلبوا منك وظائف اليوم، يعني كأنت معلمة طالبة منك وظيفة، في عندكم وظائف بلابورا؟ لا أنا بقول لهم ما ينوعدوا كتير. نحن عنا وظائف، أول شيء عنا حوالي 900 وظيفة ما حدا عم يخدون. نعم لأنه منهم مدراء كلهم. نحن كنا عم نوظف لآخر 2016 بحدود 40 ل 50 52 وظيفة بالقطاع الخاص بالشهر. نحن من سنة ونص بنوظف بين 4 و5 بالشهر بس. نعم يعني نزل السكور تبعونا أكثر من 85%. يعني في بطالة عم ترتفع، في عنا مشكلة بدها معالجة. طيب اليوم عن المعلومات اللي ذكرتها حضرتك عن الموظفين بإدارة الدولة وعن المتوفين، شككت المعلوماتية الباحث بالدولية للمعلومات محمد شمس الدين بهالأرقام على الخط. أستاذ محمد صباح الخير. صباح النور. صباح النور لإلك، صباح النور لأبونا صديقي العزيز الكبير. أهلا وسهلا، اشتقنا لك. الله يخليك الله يخليك. يعني نعم ليش شككت بالمعلومات؟ يعني عندك معلومات نحن ما عندنا. لأنه رقم 30,000 موظف لا يعملون ولا يأتون كثير كبير. هو عم بيروح ويجي خطك، يا ريت بتحسن موقعك. نعم يعني نعم نقول في 300,000 يعملون في القطاع العام، شلنا 120,000 مد عسكري هن حكما يعملون. ألو نعم عم نسمعك. ألو. عم نسمعك. بقي عم نحكي عن 180,000، يعني 30,000 من أصل 180,000 رقم كتير كبير، لأنه يعني نسبة كتير كبيرة. هلأ بالمؤسسات في ناس حزبيين مبطئين بس مسجلين ليقبضوا، هن بيكونوا مفرغين بأحزابهم وعاملينهم موظفين وهميين ببعض الدوائر اللي بيعرفها أبونا ونحن بنعرفها كلنا سوا. بس أنا بطلت العاملة بهاي المؤسسات تحديدا اللي فيها هون ناس لا يتجاوزوا 4 أو 5 آلاف، يعني مش 30,000. 30,000 رقم كتير كبير، لأنه برجع بكرر إذا شلنا القوى الأمنية والعسكرية رقم 30,000 من أصل 180 رقم كتير كبير. فطبعا ما بعرف أبونا كمان عنده دراساته اللي استند لإله، بس أنا حقيت أقول عشو مستند. نحن عنا صار الرقم وجهة نظر ولا أنا بدي أقول نحن مش مكمشين بالرقم، لأنه الرقم نحن طلع سنتاز. بس أنا بدي أقول لك شغلة، نحن مكمشين بالوضع اللي عم تقوله بالحليل. بتقلي 30، بتقلي 5,000، بتقلي 7,000. بس كمان بدي أقول لك شغلة، إذا طلعوا 5,000 اللي عم تقول عنهم مزبوط. بس أنا بدي أقول لك شغلة، اليوم أنا بإدارة عامة أو برئيس دائرة، نحكي دائرة بدها 20 موظف تيشغلوها مش هيك؟ نعم. وفيها 70 وعم يشتغلوا، بس بدل ما يشتغل 6 ساعات بيشتغل 1.5 ساعة. ما هي زيت القصة، يعني بدك تحسب. ايه هيدا بهالموضوع نحن عم نحكي، ومنا مسؤولين عن الارقام، بمعنى انه نحن عملنا ستاتستيك مزبوط. نعم. اترك الارقام، خلينا ناخذ الحليت لحتى ما نفوت بالرقم ونتشارع على الرقم ونتحكم على الرقم. خلينا نقول انه انتاجية الدولة هي منا مزبوطة وممكن تأثر كتير على الموزن العامة. موافق معنا على الفكرة؟ 1,000,000%. هيدي متفقين. الفكرة متفقين. اكيد هيدي الفكرة عم تحكيها، انه احنا في عنا ادارة بمشروع 20 حاطين 70، هيدي موافق معك. في عنا
آلاف الأشخاص، أكيد مش 30,000، هم ببلديات بمؤسسات مسجلين، هم بيكونوا حزبيين بيشتغلوا بأحزابهم بس مسجلين كموظفين بالدولة بيقضوا أحزاب. بعدين بعد في إدارية ماشي من سنة 58 ما بقى موجودة لا محلة ولا غراضة، بس بعد في ناس بيقبضوا عليها. ما قصدك سكك الحديد يعني طبعا من دور وندور كمان ليه ما بتسمعوا عنه ولا ما منقول على الهواء اليوم عم نفتح الحلقة لنقول كل اللي لازم نقوله. حضرتك أستاذ محمد شمس الدين الباحث بالدولية للمعلومات، عندك معلومات أكيدة عن جد عن أرقام داخل الوزارات شو عم بيصير؟ يعني طبيعي المؤسسات العامة أكثر من الوزارات، بس حضرتك ذكرت سكك الحديد، الكل عم بيهاجم سكك الحديد. أول شيء السكك الحديد عدد الموظفين صار كتير قليل فيهم، بعدين عندهم دور كتير مهم إنه هيدي الثروة العقارية اللي بتملكها السكك الحديد سواء خطوط المرأة فوق الأراضي المرأة فوق الخطوط أو المحطات، ثروة تقدر بملايين ملايين الدولارات. في موظفين بعدهم عم يشوفوا شو عم يسجل تعديات عليها، فأنا بتصور إنه الكل عم ياخذ هالمحل ويهاجمه، مش عم دافع أنا، عم أقول ولا نحن عم نهاجم ابدا، نحن مع كل موظف بس نحن منا مع الفساد، متفقين معك تماما. فانا برايي في مؤسسات كثير ما عادش لها دور ولا لها مهام، لذلك اليوم بقانون الموازنه العام اللي طلع بال 2018 قالوا انه 17 انه لازم هيدي المؤسسات تلغى، لانه في عندنا حوالي 102 مؤسسة عامة، هودي كلهم سوا في معشيلهم جدوى، وبالتالي ما عاد في عم يستأجروا المقر، عم يخصصوا لهم قرطاسية، في موظفين ما لهم أي جدوى. هذا والدولة هذا إيه، بس الدولة كمان عم تفتش عن استثمارات يعني تحسن وضعه. كنت لين متفقين مع بعضنا مع الدكتور مع الكل، هيدا الموضوع التفاصيل مش مهم، ومصاري على جمعيات على مؤسسات بس لارضاء قوى سياسيه او طائفيه بهالبلد. انا ابونا بهذا الموضوع متفقين 100% نحن، بس خلينا يعني انا بدي اعطيك بس لو خرجنا شوي على الموضوع، هل يعقل انه في مؤسسه دينيه تملك مقر تملك مبنى لها الدولة بتستأجر منها لتقعد فيها المؤسسة الدينية؟ هل يعقل هذا؟ عم بسأل يعني هل أنت بتستأجري من نفسك؟ يعني يعني اللي عم بيصير كله مش معقول ومش مقبول. يا صديقي بدي أقول لك ليش المقرات المستأجرتها الدولة بأجرات خيالية لأنه بدها تنفع طائفة أو رئيس حزب أو شيء معين، هيدي معقولة؟ لا. بدك شي مرة اشتغل أنا وياك فرجيك الأجرات انه مقر بيقدروا يستأجروا ب 150 الف دولار بالسنه طابقين عم يدفعوا 600 الف دولار لانه بده ينفعوا صاحب البنايه. في احدى الوزارات الغيت انشأوها ب 93 وبال 2000 الغوها، صار هلا 18 سنه الوزاره ملغيه، بس بعد في موظفين قاعدين بهذا المبلغ يرحم موتك، بس يضلوا مستأجرينه ب 550 مليون ليره. اول شيء المبلغ معش له لزوم، ثاني شيء إذا بدك تستأجري هالمبنى أحسن حالاته ب 150، هني عم يستأجروه ب 550 مليون بس تيضلوا في دين هذا. طيب اليوم حسين بس خليني أقول شغلة، عارف هلأ في مديرية عامة، إذا بدك بنحكي بعدين، في مديرية عامة هلأ حاليا عندها مقر ما رحت عليه ومقر تاني بدها تنقل عليه، عم تدفع بمقر ضريبة لأنك على كل يوم باقي عم تدفع ضريبة لأنه باقي، والمقر اللي ما رحت عليه عم تدفع الأجار. بعدين بقول لك من هي لحظة بس يعني حضرتكم اليوم صوبت حضرتك الأبتوني خضرة على الموظف وعلى اللي عم يقبض على المتوفى، طيب ليش ما بنبلش من معك أنا معك ليش ما بنبلش من فوق؟ ليه بدنا نبلش خلينا من نصحح. خلينا نصحح خينسوا الأرقام ونسوا الميتين، خلينا نبلش من هون وهوديك. ليه ما بنبلش بالميسورين باللي ناهبين مقدرات الدولة، مش منفتش على موظف بعدين بنرجع له وبعدين نرجع له؟ أنت حب تحل المشكلة، هيك بدنا المسؤولين يعملوا، يجوا يقولولنا مزبوط تعوا نشوف هالمكامن الهدر. نعم تنعالجها. بس أنا سؤالي لإلك أستاذ محمد، يعني ما علي حضرتك داخل بصلب الموضوع وعملين دراسات ودايما نحن بنستقبلك الدولية للمعلومات، اليوم صحيح يعني هل في هدر كتير كبير من قبل الموظفين الحزبيين وخصوصا مثلا بالأحزاب المحسوبة طبعا على أمل، حزب التقدم الاشتراكي، مجلس الجنوب، صندوق المهجرين، مجلس النواب، وحضرتك سميت هالشي كل الأحزاب تخلى بالصوت
السلطه موظفه ناس حزبيين ممكن بيحضروا او ما بيحضروا، المهم انه تامنوا الراتب على حساب الدوله. هذا كلام موجود ولوائح القبض تقدر وزاره الماليه تعلن عنها وتكشفها. مش اللي انا عم اقول بالمبدا انه في دوله ماشيه غلط ومستمره بالغلط، لانه اذا وقفنا هيدا الغلط بتوقف الشعبيه تعيد هيدي الزعماء. اوكي فهن بما انه مش قادرين يقدموا شيء للناس، مش قادرين يقدموا فرص عمل بالقطاع الخاص، مش قادرين يامنوا لهم مي وكهرباء، بنرضيهم بوظائف الدوله على حساب الدوله. بس انا برجع بقول لك موضوع المقار الحكوميه اللي بتستاجرها الدوله هذا فضيحه بحد ذاته. نوال هل يعقل انه نوال تملك مبنى بتقوم بتستاجره منها الدوله لتقعد فيه؟ نوال كيف المسخره؟ وين صارت هاي؟ يعني انت بتستاجري من نفسك والدولة بتدفع الاجار. بتصير بلبنان، بتصير بلبنان اخطر من الارقام اللي انا قلتها. يعني اخطر من الارقام. فهلا بدنا نشوف المدعي العام عم يقبض 700 الف ليره وما بيجي، هيدا المقار بتكلف 5 مليون دولار. هيدا اللي قصدته. لك ما نحن معك، نحن مع من القاعدة، من القاعدة بأي طريقة، ما حدا عنده طريقة من الهرم مش من القاعدة ولا أرقام مثلي. مزبوط دكتور محمد؟ خليكم معي، نحن مع الفكرة، مع الحد من هدر من الدولة. طبيعي طبيعي 100% أنا وياك متفقين. فيكم تكملوا لأنه معي على الخط مباشرة اليوم المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم. للحقيقة فضائح بالجملة عم نسمعه. فيكم تكمل أستاذ محمد مع الأبتوني خضرة عن جد شو عم بيصير بالدولة، مش هيك؟ وهذا لن يتوقف، هذا لن يتوقف لأنه في إرادة سياسية إنه ما بيتوقف. بس فلذلك نحن مستمرين، نحن وأبونا خضرة نكتب ونحكي، بس إن شاء الله نقدر نعمل شيء. على كل حال أنا بدي أشكرك محمد شمس الدين الباحث بالدولي للمعلومات، المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم. صباح الخير. صباح ما بعرف إذا كنت على السمع، بس اللي نقال كتير خطير. أي اللي نقال كتير خطير، يعني أنتوا حضرتكم تتحركوا على مؤتمر صحفي على كلام، بس اللي عم بيصير هو الأخطر والأكبر. مش لازم تتحركوا لحتى توقفوا الهدر بالمال العام ومن سنوات. وشيز صباح النور إليك ولضيوفك، وأنا بانتظار الأب خضرة لأسمع أساته بالنيابة. اليوم رايح لعندك؟ اليوم؟ لازم يجي بها، لأن احنا بعثنا برئيب مش عارف إذا تبلغ الأب خضرة، بس أتمنى إذا عم يسمعني إذا بشرف فورا لعندي بيكون كثير موفر علي شوية وقت. يسعد صباحك سعادة القاضي، نحن مستعدين نتعاون معك، بس أنا بعد ما تبلغت شيء. ما تبلغ؟ أنا طلبي حضرتك. أوف مش الحل. إذا في هلا عم بتبلغوا عبر صوت لبنان؟ عبر صوت لبنان خلي يشرفني عندي اليوم. تبلغت اليوم عندي استطالة لعند غبط وعندي شغل. بكره أنت بتشرف أهلا وسهلا. نعم. شفنا بخصوص الملف اللي فتحه الأب خضرة. نعم تفضل. لوحيل إلي من معالي وزير المالية، اليوم دعيت الأب خضرة اللي هو مش بتفاجئ إنه مش مبلغ بعد. ودعيت مدير عام وزارة الإعلام الدكتور حسن طلحة اللي هو جاي بعد قليل، يعني نعم. عزيز أنا يجي بكير، تأخرت شوي بالسير، طلعت اليوم الاثنين السير مسكر، موعد 2:30 يعني أنا وياه، وهو اعتذر لأنه عندي موعد السفارة، لكن هو جاي من بعد ما يخلص السفارة، يعني الساعة 11 تكون عندي وباخذ أساسي بهالخصوص. هذا الملف فتح وبدو تدي وبدو كثير معلومات، لأنه كل المعلومات اللي هي معلومات عامة، ما في أسماء، ما في يعني إلا هي معلومات عامة. بدي الأب خضرة يساعدني بالخصوص فعلا، ومدير عام الإعلام هو كمان أبدا كل استعداد ليعطي المعلومات اللي عندي. طب اليوم أنتوا يعني حضرة القاضي المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم بتتحركوا على إحالة من الوزير؟ ما بتتحركوا من تلقاء نفسكم؟ ما هيدا موضوع موثق ومعروف. بدي أقول لحضرة هذا الموضوع أنا علمت فيه يعني عن طرلال بنفس الوقت، حدا بيعت لي صورة عن صحيفي أو عن مقال منشور، وبنفس الوقت وصلت أحيال وزير المالية. أنا ما كنت أعرف فيه شخصيا أبدا، وانت بعرفي مجرد ما بعرف بالإعلام بدون إعلام، مجرد ما بعرف بخبرية عم بفتح صحيفي. طيب مش عارف عن مبنى دولي بتأجره لنفس الشخص؟ يعني اليوم
يعني اليوم الدولة بتستأجر بيت للقاضي علي إبراهيم، ما هيك؟ وهو بيكون لإله، يعني اليوم هيدي انحكت على الهواء من محمد شمس الدين الباحث بالدولية لا مش عنك، عم نعطي مثل رجعت بتجيبي لي سيرة لا 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 عم نعطي مثل، عطوه مثل لإلي، قال له نوال تستأجر من الدولة لإله مسكن بيت نوال لترجع هي تقعد فيه. هي الأستاذ شمس الدين بس أنا ما سمعت كثير منيح، لأنه بتعني معروف هالمعلومة اللي إياها بشكل مفصل الأستاذ شمس الدين. أنا يعني لازم نقله أنك عم تدعي بدون شك. نعم لازم نقله لمحمد شمس الدين، بس كتبوا كثير بهالإطار. نعم في كثير يعني ستنا في كثير حكي. أنا بالآخر دائما مثل ما بقول لحضرتك بالآخر في مستندات في وراق في معلومات دقيقة لابني ملف القضائي. نعم. والمرجع الصالح هو الشخص اللي عنده هالمعلومات اللي يعطيها ومنها بنطلق. ما فيني انا يعني دل معلومات هاي كتلو مش معروف مش مدقق، بس بالاخر ام اسس ملف قضائي حوله على المرجع الصالح. نعم. حكي يعني. نعم بس كلنا متفقين انه في هدر بالمال العام بدون تردد. هذا مسألة ورانا، احنا عم نفتش على الحلول، ما عادش عم نفتش على المشاكل لانه المشاكل كلها معروفة. نعم والهدر بيبتدي من القمة شيء. فالقصة شو 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 اليوم الوسائل الموجودة عندكم عن جد لحتى ندخل بهالملفات للآخر وانتو قادرين بدون اتصالات سياسيين؟ نعم عم بنسمع الأستاذ محمد وعم بيقول انه في إرادة سياسية بعد وقف الهدر. نعم أنا بقول الإرادة السياسية ذاتها هي اللي بتوقف الهدر. الإرادة السياسية. نعم أستاذ علي نحن منتكل على أمثالك سعادة القاضي، وبعرف أنه عندكم غيرة على الوطن وعلى البلد، لأنه الأمور مثل ما هي ماشي ما لازم تكمل لحتى نضلنا يعني نعطي أمين لشعبنا، وهيدا بتصور همنا الأساسي. لا همنا الأساسي نتقتل على الرقم، همنا الأساسي نضوي على مكامن الهدر لحتى حقيقة ما نوصل لأزمة، كلنا سوا نصير معنيين أنه بلدنا عم ينزل قدامنا. بقى هيدا الهم الأساسي، وبهيدا الهم الأساسي نحن مستعدين نحط إيدنا بإيدك ونوصل لمحل اللي لازم يخدم الوطن والشعب. أنا بانتظار حضرتك، بس بتشاهد حضرتك بكرة أوكي. وبتعطيني كل المعلومات المحلومة. فإذا نحن لازم نقول لكل اللي بيحكوا عن الفساد وعندهم معلومات أنه يتوجهوا فورا لعندك المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، مش هيك؟ مش هيك. أنا بالخدمة، وأنا إن شاء الله أم بواجبي نوال، وأنت دائما تسمعيني تقول إن شاء الله أم بواجبي، إن شاء الله أم باللي علي. ليه؟ لأنه بتعرقل أوقات الواجب اتصالات السياسيين والمتدخلين والنافذين. بدأ من ربي إنه الله يوفقني، أنا بدي أشكرك اليوم وعن جد شكرا للمدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم. ولا مرة منتصل فيه ما بيكون حاضر وناظر ليجاوب على كل الأسئلة، يعني في كتير من المعنيين نتصل فيه وما بيجاوبوا ولا بيردوا، كأنه ما بدهم يحكوا مع الإعلام ولا بدهم ينضووا على الشيء اللي بخصهم وهن معنيين فيه مباشرة. صراحة انا برجع بقلك ما بدي فوت باي جدل او صراع مع اي لبناني او موظف دولة عم بتضوي على الفساد ولازم يتصلح. انا بقول انه ما بيجوز، انا عمري 56 سنة عايش بهالبلد، ما بيجوز نكمل هيك. نعم يعني لازم يصير في تغيير، هيدا الهدف. هلا بالزايد بالناقص في ناس بتنظلم ناس ما بس انه ما بيجوز بلد يكون في هدر مالي بالقطاع العام، قطاع عام غير منتج ما بيجوز يستمر. وهيدا هيدا مش كلامي بس، كلامي كتير نواب ووزراء قالوا ونحن موثقينه. خلينا نستقبل اتصال. مين معي؟ الو بونجور. بونجورين. معك لبناني من لبنان القديم. يا هلا. بس بدي ضوي على الفساد وبتمنى على الدوله الكريمه تتبع هالاسلوب هيدا وهالطريقه او هالنصيحه. الموظف بس يوصل على الشغل بيمضي على بيان على ورقه، اول واحد بيوصل بيكتب اسمه واي ساعه وصل وما امضى واسمه واي ساعه وصل. تاني موظف بيبدع نفس الورقه من بعده بيمضي، اجا وصل واحد الساعة 7:05 اللي بعده بده يمضي 7:06 او 7:15، ما في يمضي قبل هذا. هلا كل اللي بدهم يوصلوا المفروض يمضوا على نفس الورقه، وبس يتركوا بده يمضوا على ورقه تانية لاي ساعه ظهروا من هالمكتب الاداره من هالمصلحه من هالوزاره اسمه وتوقيعه اي ساعه. هيك بنعرف مين عم يجي كل يوم على هالوزاره او هالدائره او هالمصلحه، مين عم يشتغل ومين عم يشتغل. ورئيس الدائره او المصلحه او الوزير ياخذ هالمعلومات هاي ويظهر لكل العالم انه هالموظفين اللي اجوا عم بيشتغلوا كل شهر
هي اسمائهم وكم ساعة عمل اشتغلوا. بتمنى بالدولة الكريم تتبع هالاسلوب، مش واحد يمضي على التاني او يتكس او واحد يتكس عنه او شيء، هيك بده يكون اسمه على نفس الورقة كل واحد يمضي بعد التاني. شكرا امضى. شكرا لك. اسمعوا هالدولة. يا اهلا وسهلا فيك. في عماد بيقول لي ما بقى تتعبي ولا انت والاب توني خضرة من زمان موجوده وراح تضل لانه حاميها حراميها. وبخصوص الوزاره اللي بيشتغلوا بالوزاره بس لارضاء احد الاطراف مش عم بيشتغلوا بالاداره لانه الاداره مهترية، يعني عم بيقولوا لنا هالكلام، كيف بترد عليه؟ انا كل يوم بينقال لي هذا الكلام مش بس من الشعب العادي، من المسؤولين. وفي كتير هلا عم بيقولوا لي شو الله جبرك وربط حالك بهالشغله، مسؤولين عني ومسؤولين سياسيا ودينيا. نعم. كانه لازم نستسلم، يعني كانه ما بقى لازم نقوم من تحت الردم. انا برايي انا ضد، انا بدي ضلني اجرب لاخر دقيقه من حياتي واقول الغلط غلط، مش معناتها انا ما بغلط، مش معناتها انه انا اذا قلت رقم بيكون الرقم 100% دقيق، بس المهم انه في عند الناس صار عندهم استسلام كلي انه ما بقى نقدر نغير. ما بقى، وحتى انا بتحدى اليوم اي حزب او اي مجموعه تقدر تجمع 10,000 لبناني على موضوع، لما بقى حدا له ثقه. فقدت الثقه من المسؤولين كنسيين وسياسيين، فقدت الثقه، ما بقى مسترجين ياخذوا قرار. يعني اليوم بتجي لعند واحد بتقول له خذ موقف، بيقول لك ما بسترجي، صاحب المطار بيقطع لي المطار وصاحب الدش بيقطع لي الدش وبالمدرسه بيفللوا لي اولادي، العالم كانه مطوقه ومسجونه ومش قادره تحكي. هيدي الشغله اكبر كارثه على لبنان لانه علمونا ما نحكي. طيب اليوم سقفت اللحظه، شو تعليقه على اللي عم بينقال دكتور بشاره الاسمى رئيس الاتحاد العمالي العام؟ صباح الخير. صباح النور. يعني كل عمره الاتحاد العمالي العام طبعا مش بلبنان، يعني هو لازم يكون الصوت الصارخ للمواطن وللعامل وللمقهور. مش عم بيأثر بشارة أساسا. أول شيء أنا بغلطك، لا بلبنان، بلبنان كمان حضرة الإعلامية البارزي، بلبنان الاتحاد العمالي العام صوته عالي وعالي جدا. طبعا فيما مضى مرقت ظروف معينة، إنما نحن اليوم حتى بالنسبة للبير خضرة هو صديق عزيز وعم نتعاون نحن وياه كمان بمجال الإدارات. صحيح. وبحيي أنا كمان صرخته وبحيي كمان تحديده لموقف تحت اسم ثقافة الله، يعني لا للكهرباء بلبنان، لا للمياه، لا لقانون سير، لا لإدارة نظيفة، لا للإصلاح. هيدي صرنا بنعيش بثقافة الله. كيف بدنا نغيرها لنقول نعم؟ صوتنا نحن عالي وصوت الأب خضرة، مع العلم أني أنا بس بقول أنه تحميل القطاع العام أكتر من ما بيحتمل، يمكن شوي في مبالغة بالأرقام أو شيء، بس مهم أنه فكرة الأب خضرة وصلت. طبعا القطاع العام إذا في فساد بيكون مثل ما كما تكونون يولى عليكم، يعني ثقافة الفساد متأصلة صارت بالجسم اللبناني إلى درجة أنه في حالة استسلام من كل الناس، وهيدي اللي لازم نرفضها. يعني ضمن هالسقف، هل من المعقول انه نحن بدون حكومة عم نتصارع على المناصب الحكومية وعلى الوزارات السيادية والوزارات الخدماتية، والناس عم بتئن من الجوع ومن الفقر، واللبناني يصرف تعسفيا ويستعان بالأجنبي، ونحن فلان راح يقضي شهر عسل برا وفلان راح يشم الهواء برا. هيدي ثقافة الفساد بحد ذاتها. طيب مش ثقافة الفساد. طيب كلنا منا كيف بنغير؟ كيف عم نرفع كلنا بنطلع بنعمل مؤتمرات صحفية. لا 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 لا، نحن عم نجابه والأب خضرة عم يجابه وعم نحكي، وفي غيرنا كمان عم يحكي كمان، هيدي النواة الصالحة إذا نسميها. طيب الحكي بيكفي؟ عم ننزل، عم أنا مني وعلي عم ضل بالشارع. بدنا تغيير، منين ببلش؟ أنا عم ضل بالشارع. أنا عم ضل بالشارع، امبارح نهار الجمعة كنت بالشارع، وقبل منها كنت طلعت على البلد ومنعت صدور جريدة البلد لأنه ساطين على الموظفين بجريدة البلد والصحفيين وطردوا 150 واحد. طلعت منعت صدور الجريدة، قبل منها طلعت دخلت على المطرب. يعني نحن كمان بالنتيجة شو قادرين نعمل؟ هيدا سؤالي. يعني اليوم وقت اللي منتعاون كلنا سوا وبيكون عنا الرغبة في التغيير، ومن هون الرغبة تنبع من الأعلى. أنا بتوجه إلى فخامة رئيس الجمهورية، نحن عنا واقع مهم على الأرض، واقع أنه أول حكومة لم تسمى بشيء، هلأ عم نسمي حكومة العهد الأولى، فلتكن حكومة العهد الأولى الرجل المناسب بالمكان المناسب، مش تقاسم حصص
لحتى نوصل للإصلاح المنشود. حتى كمان بقول أكثر، مناشدة للسلطات الكنسية بخصوص قضية المدارس، مفروض السلطات الكنسية كمان تتعاون، القطاع الخاص مفروض يتعاون، مش كل شخص صرنا بلبنان وكأننا عم نعيش حارة كل مين إيده إله، ما عاد حدا سألان أحدا، مفروض يكون في روح تعاون. بتقولي لي كيف؟ ما نضل نصرخ، ما شو بإيدنا غير شيء؟ أنا ما عندي مدفع أحكم فيه، ولا عندي مدفع أنزل بيه على الشارع، ولا عندي أنا عندي قوة الناس، عم بوقف بين الناس مثل قوة الأب خضرة وقوة غيره من الناس اللي بيصرخوا بوجه الظلم والاستبداد. بس ما حدا ما دايرين دينين الطرشة، يعني ما دايرين دينين الطرش، ما عندنا خيارات أخرى. هلأ أنا بطلق صرخة، عملوا معروف ألف الحكومة، عملوا معروف حطوا الشخص المناسب بالمكان المناسب، عملوا معروف ابعدوا عن سياسة المحافظة. أنا عبد ناشد رئيس الجمهورية، عبد ناشد رئيس الحكومة، دولة رئيس مجلس النواب، شو بيطلع بإيدي أكثر من هيك أنا؟ يعني اليوم اللي بدنا نحكي كمان سؤال، يعني في وزارات متخمة بالموظفين، في وزارات بحاجة، يعني اليوم بس نحكي بيقول نحن بحاجة لمفتشين، بحاجة لأشخاص عتاب. كيف العام القطاع العام بحاجة لإعادة توزيع؟ إذا أنا جيت لي في 50 مراقب بوزارة العمل بدو يراقبوا كل شيء، في يد عام لأجنبي ويد عام ما بيلحقوا، ما بيلحقوا. إذا بدي أقول لك نفس الشيء مراقبين بوزارة السياحة، نفس الشيء بوزارة الصحة، نفس الشيء بالضمان، نحن بحاجة لألفين موظف بالضمان هلأ ليقدر الضمان يقوم بمسؤولياته. وفي تخمة، في تخمة بمطارح، لا 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 ما في تخمة، ما في تخمة بمطارح أخرى، في 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 مطارح معينة مفترض مثل ما عم بقول لك يعاد توزيعها حتى ما نسميها تخمة، ومفترض الموظف كمان يتراقب مبدأ الثواب والعقاب. الثواب والعقاب بيأتي من أين؟ مش من المسؤول؟ أين المسؤول؟ وين السلطات الرقابية؟ كمان نحن ما نقوم محل السلطات الرقابية؟ لا، أنتو كاتحاد عمالي عام ورقة ضغط كتير كبيرة سيدتي حضرة الإعلامية، دعوة إلى إحياء السلطات الرقابية، مجلس الخدمة المدنية، التفتيش المركزي، ديوان المحاسبة، وينهم؟ إني كمان نحن فينا كمان نقوم محلهم، بس هودي مع العلم إني بحيي المسؤولين عن السلطات الرقابية، بس نحن عم نعيش بمنهج طائفي ومذهبي مذل ومنهج وينون وين وعم بدعي انا وينون. انا عم بتعاون، عم بتعاون. على كل حال يعني اليوم بدي اشكرك رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمار، اهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان، بنعرفك بجرأتك. هالكلام مش اول مره بنحكي، ولا اما اول مره بنغوص بملفات الفساد، ولا اول مره نعلن عن الفساد الموجود، ولا اول مره نعلن عن انه ما في توظيف وفي وزراء عم بيدخلوا عم بيوظفوا ميومين عندهم الوزارات قبل ما يروحوا، ولا مين يسأل ولا من يراقب. شو كيف منقدر نغير؟ بدنا نغير، ما بدنا حكي، المواطن زهق من الحكي، هو ما قدر يغير بصندوق الانتخاب، مش هيك؟ ايه، انه وقت بينتخبوا 49% من اللبنانية، 51% ما بينتخبوا، 49% نص قابض. يعني ايه؟ يعني مش كبيرة. لا توك، انه قلت لك الناس محطوطين بسجن منهم قادرين. يعني اليوم انا بتصور، ما بدي احكم على الناس، بس بتصور ام وبي عارفين انه مش قادرين يدفعوا قسط اولادهم، او عندهم مصاري بدهم يدفعوها، ما معهم وقت اساسا ينزلوا على الطريق او يعترضوا. انا عم اقول نحن موجودين بسجن كبير، بدهم هالعالم يتحرروا. اليوم انت سمعتي هلا شو صار بشهر حزيران، في ناس دافعة كهرباء 600,000 ليرة بس على الموتور. اليوم في عنا مشكلة، العالم ما بقى اليوم تتقدري تقومي الناس بل يكون عندهم مينيموم من الحرية. اليوم إذا قومت الناس وعارفين أنه رح يقمعون، إذا حكيوا وما رح يطلع من حكيهم شيء. أنا بقول أنه اليوم نحن بهالحلقة بهالجولة وصلنا له لهاللحظة، في جو عام أنه الأمور ما بقى فيها تستمر هيك. من وين؟ في نية سليمة عند البعض أنه بدنا نغير. هلأ أنا شو الناس بدون؟ بدهم يغيروا، مستعدين يدفعوا ثمن للتغيير، مستعدين؟ هيدا السؤال. أنا بقول إنه الناس ما بقى عندهم إمكانية يعبروا عن هالتغيير. هلأ هيدي بدي دراسة اجتماعية كتير كبيرة، بس أنا بشوف إنه مثل ما الناس محاصرين هلأ بالقسطات المدارس، بالكهرباء بيدفعوا الكهرباء 3 مرات، وبالتليفونات، وبكل هيدا، الناس ما بقى فيهم. بس أنا عم قلهم للناس إنه هيدا الوضع ما رح بده ينفجر،
بده ينفجر. يعني من شان هيك خلينا نجرب هلا نعمل ضغط على الحكومة الجديدة يكون عندنا برنامج المسؤولين عم يسمعوا، لأنه بدنا نطلع من سقيفة الفساد. نعم. بدنا نطلع لسقيفة الدولة. هيدي الشغلة بنطلبه ومنصرخ قدام كل المسؤولين. خليني برهنوها، في أحزاب وفي مسؤولين حكيوا عن الفساد، عن الإصلاح، عن التغيير. سكتوا. خلينا نشوفها. سكتوا. خلينا نشوف هالشي اليوم. سكتوا. على الأرض. سكتوا. ما بعرف. اليوم على الخط مباشرة معنا عضو الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة إبراهيم نحال. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير، كيفك ست نواز؟ يا أهلا، طبعا تابعنا بهالحلقة. يا أهلا وسهلا فيك. كنت موافق على كل اللي نقال بحق الإدارة العامة؟ الإدارة العامة نحن في حاجة حاليا أن نروح باتجاه تفتيش المركزي، باتجاه السلطات الرقابية أنه تاخذ دورة وتمارس حقها من مجلس خدمة مدنية لتفتيش، لبيان محاسبة لكافة القطاعات العامة اللي تشتغل بالتفتيش وبالرقابة، انه تفتح تحقيق بهذا الموضوع اللي من حكى، وتحاسب كل مرتكب وكل مخالف كان ميت ولا كان طيب، لانه كان عم ينحكى انه في اموات وفي احياء عم تاخذ رواتب، بالوقت اللي نحن بنعرف انه في عنا بحدود 30% لل 50% من الشواغر بالقطاع العام، وفي عنا التعاقد الوظيفي اللي هو تقريبا صار هلا عم ياخذ هو الحيز الاكبر من التوظيف. نحن بحاجه حاليا لمرق الشواغر بالاداره العامه لحتى نقدر نطلع الاداره الى اداره عامه متطوره وتطويره باتجاه خدمه الناس وتطوير فكر الموظف اللي هو عنده دائما فكر تطوير فكر وظيفي وخدمه للناس وليس فكر فاسد. ونحن بهذا الموضوع وقت نحن من رائب من خلال التفتيش من رائب من خلال مجلس خدمة المدنية الوظائف والموظفين، ساعتها نحن منقدر نطور الإدارة ونضبط هذه العملية التلاعب إذا في إرادة. في إرادة. في إرادة وبعدنا هيك؟ هي الإرادة موجودة عندنا كموظف، بس نحن الموظفين ما قادرين لوحدنا أنه بس نقدر نعمل هذا الموضوع. نحن من رائب حالنا ونحن من نضبط حالنا. شكرا. وقت اللي أخذنا سلسلة الرتب والرواتب نحن كنا عم نطالب أنه تكون هذه السلسلة لتطوير الإدارة باتجاه تطوير الموظف وتطوير الإدارة، لأنه بقى بتطوري له أساليب حياته للموظف وبتعيشي بحالة من البحبوحة المقبولة، لأنه كانت سلسلة رتب ورواتب مقبولة الحد الأدنى للأمور اللي أخذناه، فساعتها قادرين نطور كمان الموظف وقادرين كمان نطور الإدارة، بيصير عنا موظف حر وبيقدر يكون ما يكون فاسد أبدا. نعم، شكرا لك. عضو الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة إبراهيم نحال. يعني اليوم الحكي مش هون، الحكي بمطرح تاني. أنا بدي في إرادة سياسية ولا ما في إرادة سياسية؟ أنا برأيي ما في إرادة سياسية، هاي هي القصة. بس أنا خليني أقول شغلي، خلي في كتير موظفين كفؤين بالدولة وأنا بفتخر فيهم وبفتخر أنه بعرفهم، وهيدي الغير اللي شايفتيها فيك وفيي وبمحمد شمس الدين وبالكل، في عندهم أكتر غيري، بس حتى ما نظلم حدا وما حدا يحطني بوجه موظفين الدولة، لأنه هاو أخوتي وأحبائي. نحن بنقول بالكنيسة نحن مع الخاطئ ضد الخطية، نحن لا نكره الخاطئ، نحب الخاطئ ولكن ضد الخطية. نحن ضد الهدر والفساد، منا ضد ولا موظف بالدولة، اعملوا معروف هذا الكلام احفظوه حتى ما يستعمل ضدنا. نحن مع الدولة ومع الموظفين ومع كل شيء، بس نحن ضد الفساد والهدر. نحن مع الخطية الكبيرة اللي هي سقيفة الهدر والفساد، ومع كل الخاطئين إذا كانوا عم يعملوها، لأنه الدولة خلقت لهم. أنا قلت بكلمتي بعشا لابورا بالكازينو، قلت شغلي أنه في كتير شباب وصبايا بالسجون لأنه المسؤولين أكلوا لهم حقهم، حطوهم بالسجون بالوقت اللي لازم يكونوا المسؤولين السياسيين هن بالسجن. أوكي، هيدي شغلة من شان هيك أنا بقلت ما نشوفها. يا ريت نشوفها، وأنا مستعد أخذ لهم أكل ونتحكم ومحكم عادلة. مليارات الدولارات انسرقت من الجمهورية اللبنانية، مين سرقها؟ من شان هيك عم أقول يحي ماليزيا، بنضحك على ماليزيا، شفتي شو عملوا، حبسوا ناس اليوم. ما بدنا نحن نعمل، ما رح نوصل نعمل هيك للأسف على أيامي وأيامك، بس على القليل نبلش نقول لازم نبلش من المطرح. نعم، بدنا نحافظ على المالية العامة، على القليل نبلش.
بس لحتى ان شاء الله في حق ناس بدايه لهال هيدا مش نهايه لكم الافواه ان شاء الله يكون هلا من بدايه من برنامج نقطع السطر إن شاء الله. كل اللي عندهم هالحماس وبدهم تغيير تكبر الكرة منبلش منك أبطوني خضرة لمحمد شمس الدين الباحث بالدولي للمعلومات لكل خصوصا الاتحاد العمال العام كلهم لازم يتجمعوا لتبلشوا من النقطة نفسها لأنه إذا ما كبرت الكتلة ما بتوصل لمطرح ولما بتكبر بيصير الكل يخاف منها اليوم في سؤال لرئيس الاتحاد العمال العام شارع الأسمى إن شاء الله يكون عم يسمعني عم بيسألوا كم موظف بالدولة اللبنانية بتعريف عم بتقول ما في تخمة ما هو عدد سكان لبنان 5 مليون نسمة يعني قد بلدية كبيرة لشو 200 ألف موظف سؤال بيرد عنه على كل حال يعني اليوم حلقتنا إن شاء الله تلاقي صداها عن جد ونبلش من هون نحن وياك أبطوني خضرة بكفي عم تكونوا مميزين بهيدي الشغلة هيدي ديجا مهم وعم تساهموا بإضاءة على الموضوع وإن شاء الله كل جهودنا ما بتروح ضيعان ونقطع السطر نقطع السطر شكرا لك رئيس مؤسسة لابورا الأبطوني خضرة كانت معكم نوال ليشا عبودة ريدا غانم والمخرج جورج العلي كنا لايف فيسبوك عفر صفحة صوت لبنان Voice of Lebanon 100.5 باي باي